مرحب بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج بنت النيل. نجاحات ومكاسب جديدة اكتسبتها المرأة المصرية وحصلت عليها نتيجة طبعا دفع القيادة السياسية بالمرأة. منذ أيام قليلة مجلس النواب قام بحلف اليمين. الحقيقة الجدير بالذكر أن برلمان 2021 نسبة المرأة في 27%، احنا شفنا قبل كده كان 25%، فوصل عدد النائبات الى 162، وطبعا هذه النسبة نسبة غير مسبوقة بالنسبة للنائبات في البرلمان المصري، وطبعا دي نتيجة الثقة التي بيعطيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية اللي هي دايما في كل المحافل بتثبت جدارتها، أثبتت جدارتها كوزيرة أيضا كنائبة في البرلمان، تثبت جدارتها في المجتمع المدني والأعمال الخيرية الحقيقة في كل مناحي الحياة. فإحنا يسعدنا أن يكون معنا بعد قليل نائبة من النائبات التي حصلنا ونجحنا في هذه الانتخابات، ولكن ألقاكم بعد هذا الفصل. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصة على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. الشكر الأكبر للقيادة السياسية على الدعم غير المسبوق للمرأة في كافة المجالات وخاصة في المجالس النيابية، والذي يعكس أثره على وجود أعلى تمثيل للمرأة المصرية في البرلمان طوال تاريخ الحياة النيابية. ولعل وجودي في هذا المكان وفي هذا الوقت خير شاهد ودليل على ذلك، وكذلك تواجد أعلى نسبة تمثيل لعدد الأحزاب السياسية في مجلس النواب بالمقارنة بجميع المجالس النيابية السابقة. تحية لكل امرأة مصرية بنت النيل، تحية للسيدة الإعلامية القديرة فريدة الشوباشي، واللي الحقيقة لأول مرة بتترأس الجلسة الافتتاحية لأنها الأكبر سنا والأكبر يعني أيضا مقاما. طبعا احنا كنا عايزين ناخد إحدى النائبات، ولكن الجلسة بالفعل افتتحت منذ قليل، فطبعا يعني ربنا يعينهم ويقدروا يحققوا يعني ما يطلبه الشارع المصري منهم، وإن شاء الله يعني هنفرد حلقة وهنجيب إحدى النائبات معانا إن شاء الله في إحدى الحلقات، فعشان كده إحنا ما خدناش الاتصال الهاتفي لبدء الجلسة. طيب الحقيقة اهتمام بالغ من القيادة السياسية ممثلة في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المواطن المصري، حماية الأسرة، هذه هي المبادرة المشروع القومي للتنمية الأسرة المصرية. شواغل كثيرة اجتماعية متمثلة في الصحة، في التعليم، في التنوير، وعايزين نحط تحت التنوير دي يعني أكثر من 100 خط بالأحمر، لأن موضوع التنوير ده هو أساس كل شيء.
يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة أستاذة الدكتورة عبير الرباط، أستاذ الفلسفة اليونانية وعميد كلية جامعة بنها. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا حضرتك. في الأخبار أهلا بيك. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. ربنا يخليك يا فندم، أهلا بيك. يعني الحقيقة مبادرات كثيرة بتخرج علينا، ولعل هذه المبادرة من أهم المبادرات فيما يخص الأسرة المصرية، حماية الأسرة المصرية. ولما نيجي نتكلم عن حماية الأسرة المصرية ليس فقط في شق واحد، صحة، تعليم، تنوير، حياة اجتماعية سليمة، بيئة سليمة. حضرتك شايفة إيه؟ والله أنا شايفة إن إحنا بالضبط من 4 سنين وبما يقرب من 5، كم المبادرات الرئاسية اللي تقدم بها السيد الرئيس يعني مبادرات غير مسبوقة. يعني لو هاجي اتكلم على المبادرات، اتكلم الاول على مبادرة حياة كريمة. قد ايه حياة كريمة قدمت للأسرة المصرية بحيث ان هي بالفعل وقفت جنب الأسر، وخاصة الأسر اللي هي اكثر فقرا. عندنا مبادرة 100 مليون صحة، عندنا تنمية الأسرة المصرية. تنمية الأسرة المصرية دي بقى بيندرج تحتها كذا مبادرة. يعني عندنا برامج الحماية، برامج الحماية الأسرية. إيه البرامج؟ عبارة عن إيه؟ هنتكلم على تكافل وكرامة، هنتكلم على إسكان الشباب، هنتكلم على بالنسبة للأسر اللي هي الأكثر فقرا، قد إيه بالفعل في الفترة اللي فاتت اتوقف جنبها بشكل ممتاز وبشكل جيد جدا. تطوير العشوائيات، الأكثر احتياجا طبعا، الأكثر احتياجا، إزاي بالفعل القيادة السياسية قدرت إن هي تهتم بالجزئية دي وتهتم بالفئة دي بالذات، لأن الفئة دي المفروض إن هي أهم فئة وأكثر فئة احتياجا. نعم. طيب بس احنا يعني عايزين نتكلم عن يعني نجاحات كثيرة بالفعل بتتحقق ومبادرات كثيرة بتخرج إلى النور، ولكن دعينا نتحدث دائما، حتى سيادة الرئيس يتحدث عن المواطن المصري ذاته. يعني بناء الشخصية المصرية، حضرتك شايفة إيه؟ والله أنا شايفة الأول إحنا بنتكلم لو أردنا النهوض ببلد نبتدي من الصحة والتعليم. طيب الصحة والتعليم عشان نبتدي بيهم صح، المفروض إن إحنا محتاجين إعادة بناء للشخصية المصرية من جديد. محتاجين إن إحنا نشتغل على البشر قبل ما نشتغل على الحجر. يعني مثلا الشباب، عندنا الشباب أهم فئة، الشباب محتاجين مننا إن إحنا فعلا ندعمهم، إن إحنا نكون جنبهم، ان نديهم ثقة ان هم يقدروا بعد كده ان هم يواجهوا المشكلات اللي بتقابلهم. الاهتمام بالأسرة المصرية ده شيء عظيم، لان احنا ما نيجي ننمي الوطن ككل لازم ننمي، نبتدي من الأسرة المصرية. اكيد. يعني مثلا احنا عندنا في الجامعة، هي اساسا فكرة انشاء الجامعات الاقليمية المصرية هي قائمة على بناء المجتمع المحلي. فبناء المجتمع المحلي، هل الجامعات هي للعلم فقط؟ لا، المفروض الجامعات هنا تكون بيت للخبرة، بيت للخبرة ان هي تفكر ازاي ان هي تنمي المجتمع المحلي، تشارك المجتمع المحلي. انا مقتنعة جدا ان علشان نشتغل ونشتغل صح لازم ننزل، لازم ننزل للشارع، لازم ننزل لكل مكان احنا فيه، نشوف المكان شغال ازاي. مفيش وقت ان احنا ندير التنمية دي من مكاتب، لا ما ينفعش. كل ما هننزل وكل ما هنحتك كل ما هنعرف مشاكل الناس اكتر. ده بالفعل الحقيقه، ودايما انا بستخدم في هذا البرنامج ليس فقط التعليم، التنوير، الثقافات المختلفه اللي بتبقى الحقيقه عفى عنها الزمن ولازالت لسه موجوده. طب انا بس هستاذن حضرتك، احنا هنتابع هذا التقرير ونستكمل معكم الحوار. في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يشمل المشروع الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية من جميع الجوانب، الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية وغيرها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مؤخرا مع كل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين لاستعراض الإطار التنفيذي العام المقترح للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره المختلفة، وباشتراك كافة الأجهزة المختصة والتي تستهدف بالأساس الأبعاد الأسرية والمجتمعية والسكانية والثقافية، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي وعرض النطاق الجغرافي المقترح للمشروع على مستوى الجمهورية وتحديد أسبقية المحافظات في مجال أنشطة المشروع وكذلك الفئات المستهدفة بأنشطة وأهداف المشروع. كما شدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية بلورة آلية فعالة تحقق جدارة التنفيذ على أرض الواقع، وذلك على غرار التجارب الملهمة التي أفرزتها سلسلة المبادرات الرئاسية القومية المتنوعة التي تم تنفيذها بنجاح خلال الأعوام الماضية على مستوى الجمهورية. ومن بين المبادرات الرئاسية التي استهدفت الأسرة المصرية مبادرة حياة كريمة، حيث دعا الرئيس السيسي في مستهل عام 2019 دعا مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المشترك لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا. وفور إطلاق الرئيس لمبادرة حياة كريمة تحركت كل أجهزة الدولة في اتجاه تنفيذها وتحقيق أهدافها والوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا في كل المجالات كالصحة والتعليم والسكن. وعلى مدار عامين استطاعت مبادرة حياة كريمة أن تساعد في الارتقاء بالمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا بعد أن خصصت الحكومة لها مبلغ 103 مليارات جنيه لتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. واستجابة لدعوة الرئيس السيسي لمشاركة الأمة المصرية شبابا وشيوخا ورجالا ونساء في مبادرة حياة كريمة للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا، ساهم نادي المرأة بكلية الأداب بجامعة بنها الذي يعد أول ناد للمرأة على مستوى الجامعات المصرية، ساهم في المبادرة الرئاسية بتوزيع كميات كبيرة من البطاطين على سيدات عدد من قرى المحافظة مع بداية ذروة فصل الشتاء، وذلك في أولى مبادراته عقب إنشائه مؤخرا. كما قام النادي الذي يضم في عضويته عددا كبيرا من الشخصيات والقيادات النسائية بالمحافظة قام بتوفير عدد من اسطوانات الأكسجين مساهمة منه في الطلب المتزايد عليها في ظل انتشار فيروس كوفيد-19 المعروف بكورونا المستجد. تأتي هذه المساهمات ضمن عدة حملات سيقوم النادي بإطلاقها للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي بالإضافة إلى دعم جهود الدولة في هذا الشأن. الحقيقة دكتورة عبير، يعني زي ما تابعنا في هذا التقرير عمل رائع الحقيقة، وانتوا ماشيين على النهج بتاع حياة كريمة، هذه المبادرة التي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. فانتوا كمجتمع مدني الحقيقة بتوجه للتحية بأن انتوا خدتوا هذه المبادرة يعني ككلمة وابتديتوا تفعلوها على أرض الواقع. يعني زي ما احنا شفنا في التقرير في نادي المرأة، نادي المرأة تبع كلية الأداب جامعة بنها. كلميني بقى عن نادي المرأة. شوفي حضرتك، هو أنا بالنسبة لفترة العمادة يعني اعتبر دي في خامس سنة، وهي أنا دلوقتي في الفترة الثانية منذ بدء الفترة الأولى. من أول يوم الحمد لله فكرت فكرة حياة كريمة دي، يعني قد إيه بالنسبة لي هي كانت فكرة رائعة، وقد إيه بالنسبة لي أنا شايفة أن الموضوع ليس تعليم فقط، ولكن المفروض زي ما قلنا أن احنا بننمي مجتمع محلي بالزبط. طب أبتدي من إيه؟ أبتدي بالطلاب والطالبات اللي عندي موجودين في الكلية. أولا أنا عندي يعني مجموعة من الطلاب اللي هم الغير قادرين على دفع المصاريف وعلى الكتب الدراسية، الحمد لله من خلال تفعيل مبادرة حياة كريمة قدرنا ان احنا نوفر لهم هذه الكتب، قدرنا ان احنا نوفر المصروفات الدراسية. دي حاجة يعني
كويسة قوي ان انتوا ابتديتوا بالداخل عندكوا. ايوه يعني دي أيوة. حاجة الحقيقة ما هو يعني احنا خرجنا بره الطرق التقليدية، ان انتوا دخلتوا في عمق الموضوع من خلال الجامعة اللي حضرتك انا علشان انجح المفروض ان انا اتأكد الاول في يعني اعمل الاول يكون عندي اساس. الاساس ده بدأت من عندي من كلية الاداب، لما لقيت الفكرة ابتدت تنجح ابتديت اوسعها على مستوى المجتمع المحلي. فلما لقيت جزء من الطلاب احنا بقينا قريبين منهم جدا، اعضاء التدريس معايا في الكليه مشاركين مساعدين، لما بقول لحد عايزين كتب دراسيه ما حدش بيتاخر. فاحنا مجموعه عمل مع بعض، بنشتغل مع بعض عارفه بكل حب، وصدقيني الحب اللي بنشتغل بيه هو ده اكبر دافع للنجاح. عدد الطلاب عندك قد ايه؟ عندي 14,000 طالب، منهم حوالي اكتر من 10,000 طالبه. طيب بتشتركيهم طبعا معاكي يعني طبعاً احنا شايفين في مبادره توزيع البطاطين في فصل الشتاء. تمام. عايزه اتكلم كمان عن الادوار اللي قاموا بيها في الموجه الثانيه من جائحه كورونا. تمام. احنا عندنا برضو اسره من اجل مصر، اسره من اجل مصر وهي اسره وهي مشاركة جدا معانا عندنا في الأنشطة والاتحادات الطلابية. عندنا السنة دي كنا أول رئيسة اتحاد طالبة السنة دي. بالفعل أصحابها انتخبوها لزملائها للثقة، وبالفعل يعني بنشارك بعض، بدخل الولاد معايا في كل حاجة وفي كل المبادرات دي. مثلا بالنسبة لجائحة كورونا اللي احنا قابلناها، مش احنا بس طبعا ولا مصر، لا ده العالم كله. عندنا بالنسبة للزحام الشديد، لان عدد الطلاب عندي اكتر من 14,000 طالب، بالنسبة للزحام الشديد ده قدرت اتغلب عليه بمدرج تعليمي الكتروني. هذا المدرج كان اول مدرج من نوعه. المدرج عبارة عن كل أستاذ مادة بيعرض المنهج كله في سي دي من أول من دي وان لحد ما خلص المنهج. بس بيعرضه كله بشكل مكثف، بحيث أن الطالب لو في أي مشكلة في النت، لأن احنا عندنا الكرة يعني عندنا بعض الكرة طبعا النت بيكون قاطع عنها، فالمفروض أن الواحد يفكر، يبتدي أن هو يفكر طب يحل الموضوع إزاي، ما ينتظرش دايما لما يجيله الفكرة من برة، لا المفروض أن هو يبتدي يساعد ويفكر. عملنا المدرج التعليم الإلكتروني ده، كان أول مدرج بالفعل من نوعه. كل طالب بياخد مع الكتاب سي دي، بحيث أن هو لو شغل السي دي ده في البيت خلاص هو كده عنده المنهج كله. بقيت دايما اقول لهم نعمل حسابنا ان لو حصل في اي وقت وقعدنا يبقى كل واحد معاه السي دي ده موجود. وده اللي حصل فعلا بالفعل هو وفي نفس الوقت عندنا شاشات عرض يوميا إلكترونية، عاملة جدول. الجدول ده عبارة عن جدول إلكتروني بيعرض على الشاشات بشكل يومي، غير الجدول الدراسي العادي. في انا شايفة كمان في صندوق حضرتك مكونين، وده يعني طبعا الصندوق ده انا عملته لان احنا عندنا كشعب مصري اكيد بيبقى عندنا نوع من الخجل، وخاصه في المراه والفتاه في بعض المشكلات اللي بتقابلهم. ممكن حد يجي يحرج ان هو يجي يقول انا عندي مشكله كذا كذا كذا، هو كل موضوع ان هو بيكتب لنا الشكوى بتدخل في الصندوق، بيكون فيها رقم الموبايل، بنبتدي ان احنا بنتصل بيهم وبنقعد معاهم وبنشوف المشكله، وعلى قد ما ربنا بيقدرنا يعني الحمد لله بنحلها. طيب اكيد يعني دايما العمل التطوعي او العمل الاهلي بتقابلي فيه مشاكل الى حد ما، ايه المشاكل اللي ممكن بتقابلكم؟ والله احنا عايزين نحسن النوايا. كلمة كبيرة قوي على فكرة. ومش هقول غير كده. يعني دايما هقول لحضرتك حاجة، انا مقتنعة جدا ان الواحد لما يجي يعمل حاجة بحب وعامل كل ده لوجه الله، صدقيني مش هيقابل اي مشكلة، وربنا هيكون معاه، وبالعكس هيلاقي دعم ودعم كبير. وبعدين احنا مفيش اكتر من الدعم اللي الدولة مديه لنا. يعني ومفروض ان احنا نكون قد الثقة دي طبعا. فبصي اللي بيشتغل وعايز ينجح يفضل ماشي في طريق ما يبصش وراه. تتمني ايه الفتره الجايه لنادي المراه؟ يعني في اكيد احنا في يعني في اوائل عام 2021، تتمني ايه هذا العام؟ اول حاجه انا بتمنى طبعا لمصر كلها، بتمنى ان ربنا يحفظ مصر، يرفع عننا هذا الوباء، يرفع عن اهل مصر، يرفع عن العالم كله هذا الوباء.
بتمنى ان احنا نحاول ان احنا دايما نحدث من نفسنا بالنسبة للمرأة. كل امرأة تحاول ان هي تحدث من نفسها وتشوف ايه اللي تقدر تعمله وتعمله بالفعل، ويكون عندها ثقة في ربنا ثم إرادة. صح. الحقيقة أنا في نهاية هذا اللقاء الأستاذة الدكتورة عبير الرباط، أستاذ الفلسفة اليونانية وعميد كلية آداب جامعة بنها، أنا بشكرك على تشريفك معنا. مرسي لحضرتك. في هذا اللقاء أهلا بحضرتك. مرسي لحضرتك. مرسي. مشاهدينا هنتابع بقية الحلقة ولكن بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا. كانت للحضارة المصرية القديمة المكانة الأولى بين جميع الحضارات الإنسانية في ذلك الوقت، من حيث معاملتها وتقديرها للمرأة واعترافها بإسهاماتها المتعددة في جميع المجالات، سواء في بناء الأسرة وتماسكها أو في دورها المجتمعي والتنموي وفي الحياة العامة. وتم تخليل هذه المكانة الرفيعة نقشاً على جدران الآثار الفرعونية التي باتت دليلا قاطعا لنا نحن المصريين على عراقة أصولنا وتحضر علاقاتنا الإنسانية. إننا إذ حققنا تقدما في مسير الدعم وتمكين المرأة، فما زال أمامنا الكثير الذي نصبو إليه. بشكر كل سيدة، مش هقول كذا وكذا، لا، كل سيدة مصرية بتقوم بتقوية الروابط في مجتمعها، بنشر المحبة بين الناس. التقدير والاحترام لكم جميعا وللدور اللي انتوا بتعملوه. كل راجل وبميت راجل هي الحب والحنية والجدعنة، أختي وبنتي وحبيبتي، هي بكرة، هي المدرسة، هي الأجيال اللي جاية. مفيش حاجة تقوى عليها، وإيه اللي يقوى على الأم والجنة تحت رجليها؟ أم البطل والشهيد والمحارب واللي واقف على الحدود، ولما نحب نوصف بلدنا بنشبهها بيها وبنقول أم، أم الدنيا. مرحب بكم مرة أخرى، ونحن نتحدث عن يعني الحقيقة أدوار كثيرة لابد الحقيقة أن احنا بننتهجها، ولكن دعونا الطرق يعني عايزين نستخدم الطرق الغير تقليدية، نخرج بره الصندوق. فاحنا معانا فقرة النهاردة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، عملت أفلام توثيقية كثيرة وصلت إلى 50 فيلم خلال 4 سنوات، وحصدت وزارة التضامن الاجتماعي جائزة أفضل فيلم تسجيلي بمهرجان وجماهيري يوسف شاهين في دورته 11 عن فيلم عيون بصيرة. يسعدنا أن يكون معنا اليوم الأستاذة دعاء مبروك، خبير تأهيل بصري والمدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة، ممثل عن فيلم عيون بصيرة الذي حصد جائزة أفضل فيلم تسجيلي وجماهيري بمهرجان يوسف شاهين. أهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. ومعي مخرج الفيلم مهند دياب، مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي. أنا برحب بسيادتكم النهاردة، وهنبتدي من فكرة يا أستاذة دعاء الفيلم.
يعني عيون بصيرة، ممكن نكون إلى حد ما فاهمين معنى الكلمة، ولكن محتوى الفيلم ممكن تكلميني يعني. محتوى الفيلم جه من فكرة الإعاقة البصرية. دايما الناس فاكرة ان المعاق بصريا هو الكفيف، في حين ان 10% بس من المعاقين بصريا هما اللي مكفوفين تماما والباقي عندهم بقايا ابصار، ودول المفروض يبقوا بيستعملوا بصرهم، ودول اللي ملهمش خدمات في المجتمع ويمكن حالهم اسوأ من المكفوفين، لان بنلاقي مدارس مكفوفين لكن القطر كله في مدرستين ضعاف بصر. فبالتالي حبيت احنا كمؤسسة بنخدم ذوي الاحتياجات البصرية او ذوي الاعاقة البصرية، طب انا عاوز الفت النظر للناس دول، هم والا محطوطين في مدارس المكفوفين ما بيستعملوش عينيهم، والا محطوطين في المدارس العادية وطول النهار بيتضربوا وبيتزعق لهم وبيقولوا انهم مش فالحين وانهم عندهم هو عبيط وهو مش عارف يعمل حضرتك حاجة. حضرتك رصدتوا على مستوى الجمهورية، يعني انتوا رصدتوا من خلالكم على مستوى الجمهورية تقريبا عددهم قد ايه، ولا كان في مثلا داخل القاهرة فقط؟ حسب التعبئة والاحصاء، اخر احصائية بتقول انهم حوالي 4.5% او 4.57 بالظبط، وبوينت 57 هم اللي مكفوفين. بس احنا بنستعمل عاده في الحاجات دي بنستعمل الاحصاءات العالميه. صح. لان يعني ده السنسز الجديده، بس احنا لسه دي فئه مش معروفه. احنا لحد قريب كان التعداد بتاعنا في كفيف واعور، ما كانش في ضعيف بصر. ده مع ان دول فئه كبيره جدا، ومش هتلاقي عيله مش موجود فيها، لان يعني ممكن اقول لحضرتك ان مثلا من الامراض، طبعا عندنا امراض وراثيه كتيره جدا بتسبب ده بسبب جواز القرايب، اللي عنده ميه زرقاء، مريض السكر، كل الناس دي بتبقى كده في الاخر. البريماتيور بيبي 30% منهم. فمن خلال شغلي ال 15 سنه اللي فاتت لقيت لا دول اكتر. يعني انا كمؤسسه بتخدم ذوي الاعاقه البصريه المفروض يجي لي 90% ضعاف بصر و10% مكفوفين. انا لقيت عندي اللي بيجي لي ياخد الخدمه العكس، لقيت المدارس ما بتقدمش اي حاجه للفئه دي ولا الجامعات. من هنا جت فكره الفيلم، ومن هنا جبت الاستاذ مهند وقلت له استاذ مهند احكي لنا دلوقتي استاذ مهند، قلت له دي الناس اللي عندي ودي المشكله اللي عندي، الناس دي ما حدش دريان بيهم، بيقاسوا في حياتهم جامد جدا. طيب خد يا مهند ونقي واشتغل بقى. ده كان دوري انا. هنشتغل مع استاذ مهند دلوقتي. احكي لي بقى عن فكره، يعني حقيقه استاذة دعاء ادت صورة كاملة عن الموضوع، والحقيقة هو موضوع مختلف، يعني ضعاف البصر وعدم الاهتمام بيهم الى حد ما. انا عايز اخد منك بقى كوزارة التضامن الاجتماعي، وازاي عملتوا الفيلم وايه اللي خرجتوا بيه من الفيلم؟ احنا في وزارة التضامن الاجتماعي في مكون هام جدا اسمه التوثيق المرئي، والحمد لله زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي احنا خلال 4 سنوات انتجنا اكتر من 50 فيلم في مختلف ملفات وزارة التضامن الاجتماعي، سواء في الحماية او في الرعاية او في التنمية. وكان لي شرف ان انا اتعاون مع مؤسسة بصيرة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي في اطار حملة بتقيمها المؤسسة للتوعية بضعاف البصر، وعملنا فيلم عيون بصيرة. أنا كنت زي أي حد، يعني حتى لما دخلت المؤسسة وابتديت أتناقش مع مدام دعاء عن هذه الفئة، فأنا نفسي ما كنتش أعرف يعني إيه ضعيف بصر. يعني أنا كان برضو في مخيلتي أو الصورة الذهنية اللي موجودة إن في كفيف وإن هو ده يعني الصم والبكم، يعني عندنا مش يعني إن في نوع من أنواع الإعاقات مش داخل منها مثلا ضعيف البصر. فلما ابتدينا نسرد القصص او عرفت ان ضعيف البصر ده مش يعني مثلا مش يتعمل له عمليه فيشوف، لا ده هيفضل طول عمره كده وممكن بصره يقل ومش هيقدر ان هو يتعامل الا بمعاينات بصريه معينه. فابتدينا نسرد بعض القصص، وكان منها قصص جميله جدا
زي القصص اللي موجودة في الفيلم، العدد من الأشخاص ذوي تلك الإعاقة البصرية، وشفنا قد إيه مثلا مثال زي حسن المدرس اللي في المنيا اللي عاش طول عمره كده وما يعرفش عنده إيه، وبالعكس كمان إخواته عندهم نفس المشكلة ما عدا أخ واحد، ومع ذلك هو تعايش مع المشكلة. و دي نتيجة كانت مثلا زواج الأقارب، ممكن يكون هناك زواج الأقارب بيعمل مشاكل مش بصرية فقط ولكن العديد من المشاكل، ممكن تبقى أمراض وراثية وممكن حتى تبقى حاجات يعني في مثلا قصة تانية بتاعت معاذ كان نتيجة أمراض سرطانية، يعني ضعيف بصر بسبب أنه عنده وأمراض السكر أيضا بتضعف البصر. فشفنا من خلال يعني القصص الموجودة، شفنا المدرس وشفنا الطفل اللي في المدرسة، بنقدم رسائل غير مباشرة من خلال الفيلم زي الدمج في المدارس، زي ان احنا عدم التنمر على الآخرين. هو كان بيعاني الناس مثلا يقولوا له انت، الطلبة نفسهم بيقولوا للمدرس بيقولوا انت احول يا أستاذ، انت باصص لفين، ومع ذلك هو دلوقتي بيحضر ماجستير ونفسه ان هو يكمل الدكتوراه، وهو بالنسبة له أسطورة في وسط إخواته، وهو شايفين أن حسن ده أسطورة، وده قاله حتى أخوه في الفيلم أنه قدر يكمل الطريق وفي نفس الوقت هو بيتحدى أي صعاب. نعم. طيب يعني قبل ما يداهمنا الوقت أستاذة دعاء، الحقيقة إحنا بنتكلم عن دور القوى الناعمة، يعني زي هذا الفيلم الوثائقي بنطلع منه في النهاية برسالة، يعني أكيد كل الأفلام الوثائقية بنطلع منهم بمسج في الآخر، مسجز. أنا عايزة أشوف القوة الناعمة في مصر بتحقق فعلا التارجت بتاعها، الهدف بتاعها، أو لازالت لسه عايزة يعني نشد أكتر وأكتر فيها؟ طبعا هي لسه عايزة تتشد، لكن بتحقق طبعا، ويمكن فيلم عيون بصيرة ده أول مرة نزلته وعرضناه لا ناس كتيرة جاتلي وقالت لي، جات لنا الجمعية وقالت إحنا ضعاف بصر بس مش عارفين إحنا عاوزين إيه. ما يعرفوش إن في حاجة اسمها معينة بصرية، ما يعرفوش إن في حاجة اسمها أنت محتاجة تظبطي الإضاءة بتاعتك أو الكونترست. فابتدت الناس، ابتدى يشد الناس حبة. ما اقدرش اقول ان المجتمع اكتفى بذلك، بالعكس احنا عاوزين نعمل حملة واثنين وتلاتة، وهناخد انا متهيالي عشان ننشر الموضوع ده محتاجين 5 سنين قدام. بس طبعا الفيلم ده عمل لنا نقلة نوعية، قدرت حتى احسها على الواقع في الارض، ان ابتدت النسب عندي تختلف. الناس اللي بتيجي اللي سمعت عن ان في حاجة اسمها الله ده انا ابني ضعيف بصر طب ما اروح اشوف بيعمل له ايه. حضرتك اخترتي ليه ضعاف البصر؟ يعني احنا عندنا ذوي الهمم يعني عدد كبير، وطبعا وحاجات وامراض مختلفة او يعني ابتلاءات مختلفة. حضرتك اخترتي ليه؟ دي قصة طويلة بس هحاول الخصها. اتفضل. ان انا عندي ابن عنده 33 سنة، اول ما اتولد كان يعتبر من الفئة دي، يعني بين الكفيف وبين ضعيف البصر، وطبعا الخدمات اللي كانت في مصر كانت وحشة قوي. وقتها سافرت وعشت فترة برة ودرست واشتغلت ولحد ما فهمت الدنيا بتمشي ازاي، ورجعت مصر، وساعتها الحمد لله ربنا وفقني في محمد، ويمكن محمد من الناس اللي كرمهم الريس. وساعتها قلت ما احنا لازم أساعد ناس تانية، فابتديت أساعد عظيم ناس تانية. عظيم. ساعتها زي ما بقول لحضرتك لقيت كل بيقولي مكفوفين، لا يا جماعة دي الناس التانية دي كمان محتاجة، أنا لازم أوصل لهم. فعشان كده فكرت فيهم. أنا تخصصي ودراستي والماجستير بتاعتي اللي عملتها في كندا في تأهيل الإعاقة البصرية، وكان دايما بيقولنا في الماجستير إن أنت هتلاقي بيجيلك واحد كفيف وقصاده 9 ضعاف بصر. أما جيت مصر ما لقيتش ده، ما لقيتش الخدمات دي، وما بقتش عارفة أوصل إزاي للناس دي، لأن الأهالي بتدخلهم المدارس بس ما بتقولش إنهم ضعاف بصر أحسن المدرسة تمشيهم. بالفعل بالفعل. أو بتلاقي الحل إنها تدخلهم مدرسة المكفوفين. وكانوا يعني ما انساش مرة أول ما جيت من كندا من 15 سنة دخلت حتة السجاد في مدرسة المكفوفين، لقيت الولاد مغمين لهم عينيهم عشان عندهم بصر يشوفوا السجاد. طب ازاي دول تدخلوهم يعملوا ليه اغمي لحد عينيه؟ دي اغلط حاجه. لقيت لسه الكالتشر بيقولك
حافظ على حبة البصر اللي باقيين، وأحب من خلال منصتك أقول يا جماعة لا، البصر كل ما استعمله هيتحسن، مش هيتحسن كأن العين فيها حاجة هتتغير، بس هو الوظائف البصرية هتتحسن. فحسيت أنا عاوزة أوصل لهم ومش عارفة إزاي، لحد ما جاء حتى فكرة الفيلم ما كانتش كده خالص، بس مهند جاء لي نحسسهم بالناس دي وبعد كده نشرح لهم بيشوفوا طيب. إزاي طيب أستاذ مهند، من الواقع زي ما تفضلت الحقيقة أستاذة دعاء، بتخرج إلينا الأفلام يعني زي الفيلم الوثائقي، هي ليها تجربة وكده. انت شايف ايه من خلال الخمسين فيلم الوثائقي اللي وزارة التضامن الاجتماعي عملتهم في توصيل الرسالة؟ يعني احنا في الاخر عايزين نوصل رسالة، وبالفعل الحمد لله انها وصلت من خلال فيلم عيون بصيرة. اتفضل يا فندم. احنا يمكن بنسعى في وزارة التضامن الاجتماعي، ويمكن على رأسنا معالي الوزيرة دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن احنا بنرفع وعي المواطن بقضايا التضامن الاجتماعي من خلال الفن ومن خلال السينما التسجيلية. احنا من خلال الأداة الساحرة الجميلة اللي هي السينما، احنا بنصنع للمشاهد محتوى بصري، مش بس ان هو بيستفاد منه، لا هو كمان بيتأثر بيه، وكمان المحتوى البصري ده قيم ان هو بيقدر يدخل مهرجانات وبيقدر ان هو ينافس، يعني زي مثلا فيلم أسطورة كان دخل في ركن فيلم القصير في مهرجان كان، وفيلم فرصة تانية اخذ جائزة افضل اكرام في مهرجان دلهي السينمائي الدولي في الهند والعديد من المهرجانات. الفيلم اللي احنا بنتفرج عليه احسن 100 مرة من اي مسؤول طبعاً. ما يطلع يتكلم. الفيلم كانت قد ايه تقريبا؟ 4 أو 5 دقائق. الافلام بتاعتنا حد 10 دقائق. رسالة قصيرة ولكنها يعني فيها كونسنتريشن، فيها تركيز على حاجات معينة توصل اسرع طبعا. والابطال بتوعنا هم كمان بيحكوا القضية واقعية، هم أبطالهم، هم إحنا بنعمل كاركترايزيشن للشخصية، بنطلع منهم أفضل ما فيهم، هم نجوم العمل بحقه حقيقي، أحسن ما في أي مسؤول هيطلع يتكلم يقول البرنامج ده بيقدم 1 2 3، لا بالعكس، هم المستفيدين من تلك البرامج، هم اللي بيتكلموا عنها، هم اللي حاسين قد إيه إن الخدمة دي بتوصل لهم ولا لأ، وفي نفس الوقت بيبقوا بيعملوا موتيفيشن للناس ان هم يتاثروا يعني بيهم ويقدموا احسن عندهم. انا بتمنى لكم ان يعني النجاح اكتر في المستقبل، وهنستضيفكم اكيد مره اخرى وافلام وثائقيه اخرى. استاذه دعاء مبروك، خبيره التاهيل بصري والمدير التنفيذي لمؤسسه بصيره بصيره، ممثله عن فيلم عيون بصيره الذي حصد جائزه افضل فيلم تسجيلي وجماهيري ليوسف شاهين، المخرج مهند دياب، مستشار التوثيق المرئي بوزاره التضامن الاجتماعي. انا بشكركم على هذا اللقاء، والحقيقه انا يعني دايما ببقى حريصه في برنامج بنت النيل ان احنا نعمل حاجات مختلفه للمشاهدين، وانا بشكركم على تشريفكم معايا النهارده. شكرا لك. مشاهدينا الكرام في كل مكان، وصلنا الآن إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بنت النيل. هنعود ونذكر مرة تانية إن إحنا في الموجة التانية من جائحة كورونا، التزموا بالإجراءات الاحترازية اللي وضعها الدولة، ضعوا ثقتكم في الدولة، إن شاء الله هنمر بسلام وأمان، ولكن الكمامات، غسل الأيدي، التباعد الاجتماعي، التكافل الاجتماعي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.